بص هو حصل توقع في مصر ان كل الفاوندرز ناصحين جدا وكلهم عارفين الفالويشنز بتاعتهم وكلهم بقوا اكسبرتس في موضوع الفالويشن فكل واحد يقول لك انا الفاليو بتاعتي كذا فدي مشكله معظم الفالويشن بتاعتكم هنا اهوت يعني معلش انا اي لاف الفاوندرز في مصر واخد بالك ويعني وناس كتير منكم عارفين وتواصلوا معايا وعارفين انا قد ايه بحب الفاوندرز بس في موضوع الفالويشنز اي هيت يو جايز لأنكو كلكو اختلك عند حصل لكم غسيل مخ يجي لك أي واحد أجنبي يقول لك أنا بشتغل في في سي مش عارف إيه كذا وكذا كذا وأنا رأيي إن كنتوا على الأقل 2 مليون دولار ليه بيقول لك هو على الأقل 2 مليون دولار لأن هو مش مسموح له إن هو يعمل إنفستمنت في حاجة أقل من 2 مليون دولار ليه لأن هو مش مسموح له إن هو الرولز بتاعته مش مسموح له إن هو يعمل إنفستمنت أكتر من 25% من الشركة وليه لانه مش مسموح له انه يعمل انفستمنت اقل من 500 الف دولار ليه لان هو بياخد 2.5% في السنه مانجمنت فيز ف 2.5% على اقل من 5 من نص مليون دولار از نوت انف فانت اول اوف ا سادن بقيت انا 2 مليون دولار والبني ادم اللي قدامك دوت موظف واخد بالك الكلام ده حقيقي يا جماعه بتعديل فلو واخد بالك كل شغلته ان هو يجيب بس فرص يقدمها للفي سي بس انت بقى خلاص وبعد كده لو كنت رحت فلات 6 وهم خدوا 10% او 15% بقت الفاليو بتاعتك 6 مليون دولار لانك انت عارف انك انت بقيت دلوقتي هم عندهم 15% والفي سي مش هتعمل انفستمنت الا لو انت على الاقل 70% فبتوصل لها بكده فديس از يعني كومبليتلي ميست اب فاللي حصل النهارده ان بقى في توقع ان الـ ان الـ ان الـ ان الشركات ان الفاوندرز هم اللي بيقولوا الفالويشن لان احنا تعبنا كانفستورز فانما العادي يعني انت في امريكا فلو انت بتعمل لو انت رايح تكلم في سي هو اللي بيدي لك الترم شيت انا وانا بعمل فند ريزنج كنت بروح هو اللي بيدي لي الترم شيت ما عمريش انا قلت فالويشن ايه والمتوقع ان انك انت فاهم في الـ في الـ في الـ في السايبر تك فاهم في الشتله فاهم في شغلك انما ما انتش فالويشن اكسبرت